كان ناقص يقول ان كارما هي اللي عضتها. بقول لك ايه يا نشأة، انا حاسه ان كارما تكمل بقيه علاجها بره، ولا انت شايف ايه؟ اكيد طبعا هي عايزه كلام. احنا ممكن نفك الوديعه بتاعتها. ايوه بس يعني عايزين نحسب بس كل الحاجات ونشوف هنتكلف كام. انا ممكن ابيع عربيتي. العربيه دي هتاخد على الاقل شهرين يا نشأة. احنا كده كده هنقعد عند اكرم في البيت، يعني الحزمة مش هتتكلف حاجه غير السفر والعلاج بس. ايوه بس الفيزا هتاخد كده شهر شهر ونص. اكرم هيظبط موضوع الفيزا ده، احنا هنحتاجك بس بعد كده تيجي عشان تمضي ورق السفر. انا بكره هجيب لك الباسبور بتاعي. انا مش محتاجه باسبورك، محتاجاك بس تمضي اذن سفر كارما. على اساس ان كارما هتسافر من غيري؟ مصلحه كارما اهم من اي حاجه دلوقتي يا نشأت. طول عمرك كده تستغلي كل حاجة عشان تمشي اللي في دماغك، حتى بنتك. عشان انت طول عمرك انسحابي، وعبال ما بتاخد موقف الدنيا بتكون ولعت. على فكرة كارما لو كانت معايا ما كانش هيحصل اللي حصل. وهو حصل، هنتنيل نعمل ايه دلوقتي؟